في سياق العلاقات الاجتماعية الرابطة للقبائل الليبية الحاثة على التلاحم فيما بينها، انعقد الملتقى الثاني لقبائل أولاد كعب في بلدية هراوة، حيث ضم قبائل أولاد سليمان والجميعات والقطعان. وتم التأكيد من خلال هذا اللقاء على العلاقة الراسخة والمتينة بين قبائل أولاد كعب وتأسيس مجلس اجتماعي للمكونات الثلاثة، كما اجتمعوا على دعمهم للجيش في محاربة الإرهاب والوقوف صفا واحدا من أجل الوطن. حضرنا إلى هنا إلى الملتقى في الذي يجمع بين أولاد كعب أولاد سليمان وجماعات والقطعان في دورته الثانية في هراوة، هنا لنحيي النسب ولنؤكد على هذا النسب ونؤكد أننا في ليبيا نسعى إلى صلاح ليبيا وإلى عمارها وإلى ألفتها وإلى توحيد صفوفها. هذه الصفوف التي نسعى إلى أن يكون الكل معنا فيها من أجل بناء ليبيا، من أجل وحدة ليبيا. لا نكافئ بالخطأ الواحد كل من لم يفعله، بل إننا ضد فاعله الذي يسيء للوطن وضد من ساند فاعله، ولكننا سنقف جميعا للوطن مع الوطن. مودة سادت روح اللقاء وتعارف بين أبناء القبائل العريقة في البلاد بمشاركة آخرين قادمين من جمهورية مصر ضيوفا من أبناء القبائل، ويعد هذا اللقاء هو الثاني من نوعه إذ كان العام الماضي في مدينة طبرق.